صباح الخير وصباح النور صباح البركة والتيسير عليكم يا أحلى وأغلى متتبعات صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال هذا النهار. وكيف العادة غنبداو كلامنا بالصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكنبغي نرحب بالمتتبعات الجدد اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه، قناه بيتي مع فاطمه الزهراء، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. وما البنات كتشوفوا بديت معكم التصوير بالصباح، انا هي كنا فطرنا في الصباح بكري صراحه، ماشي يلاه دابا كل واحد مشى لشغالو، ولد راجلي مشى لخدمته، وولدي مشى للمدرسه، وفاطمه الزهراء رجعت نعسات. والله البنات الا رجعت الناس ما نكذبش عليكم، ماشي من عوايدي، ما كنبغيش نرجع نهائيا في الصباح الناس، ولكن هذه المره لا اله الا الله محمد رسول الله ما قديتش نحل عيني، حيت البارح ما نعستش فايقه، بيتا فايقه مع ولدي، كاين شويه فيق شويه في التالي شدها من جوج الليل حتى تقريبا لستة الصباح، ستة السبعة اللي نعست انا. المهم السبعة فقت وجدت الالياس الفطور ديالو داكشي اللي غيدير المدرسه، صافي هي هادي، قلتي والله ما نرجع الناس نرتاح شويه. المهم انا غادي نوريكم بعدا الدواء اللي كنشرب، حيت بزاف ديال الناس سولوني هاد لونتيبيوتيك اللي كنوريكم دابا، هذا هو اللي كنت كنشرب على حساب ديك الحبوبه اولا الدماله اللي كانت عندي تحت باطي فيه 8 ايام، هذا هو البنات راني كملته البارح كملته، وهاد دوليبران كنشربها فاش كانت كتجيني ديك السخانه البارده والتبوريشه كنشربها. اما هاد الدواء الاخر اللي كتشوفوا حاطه هنايا هذا ديال فقر الدم، هذا فاش ولدت تخرجوه ليا نشربو 3 شهور، دابا يلا شربتو شهر خصني نزيدو شهرين وحده اخرى. المهم هذا فيه 3 شهور زوينه البنات ديال فقر الدم، خصني ان شاء الله نكمل التريتمون كامله. وهذا ما كان، ومهم غادي تدوزوا معايا صباحي نهاري، داكشي كاع اللي غادي ندير غادي نشاركو معكم. وبعد قبل بغيت نوريكم هذه القرعه ديال الماء قبل ما ننسى، هذه البنات شوفوا نوريكم اش دايره فيها، كندير فيها الماء ديال الشريبه اللي كنشرب، ودايره فيها اوراق السدر، هانتوما كنتمنى يكونوا باينين ليكم، دايره 7 ديال الحبات ديال اوراق السدر على حساب العين البنات زوين، دايره دابا هذا الماء فيه الرقيه الشرعيه، ما كتخطانيش نهائيا هاد القرعه، كنتسالى كندير قرعه واحده اخرى وكنبقى نشرب منه النهار كامل، وكنبقى نفزق هكا شويه بيدي وكندوز على وجهي. مهم زوين بزاف، ودابا راه حاليا طرقه صوره البقره كل صباح كنطلقها وكندير الرقيه الشرعيه الرازي. المهم حنا نديرو السبب والكمال كيبقى على الله، دائما نديرو الرقيه الشرعيه لينا ولوليداتنا، نحسنو روسنا نحسنو البيوت ديالنا بالاذكار ديال الصباح والمساء وقراءه سوره البقره يوميا. انا بكثرة ما كنطلقها يوميا وليت حافظاها، سوره الكهف نهار الجمعه وما نفرطوش في صلاتنا، نحافظو على الصلاه ديالنا في الوقت ديالها، صلاه الفجر صلاه الضحى، وان شاء الله حتى شي حاجه خايبه ما غادي تادينا، حتى شي حاجه خايبه ما توصلنا، والله يبعد علينا وعليكم شر الخلق اللي قلوبهم عامره بالحقد والبغض والحسد. قولوا امين البنات. وكي كتشوفوا بديت من الكوزينه هي الاولى كنجمعها، المهم رديت بعدا كل حاجه لبلاصتها، داك الشيء فاش فطرنا. وهاد الميكه هادي ديال الطبله اولا هاد القلع بان ليا تقطع، هانتوما غادي نوريكم غادي نبدلو غادي ندير واحد اخر. وهاد القلع اللي غادي ندير دابا للطبله راه ماشي زعما جديد يلاه شريته ولا لا، راه عندي مشحال هادي راه تشوفوا غتعقلوا عليه، كنت دايراه في الطبله واحد المده ولكن طلع ليا في راس، راكم عارفين حنا العيالات عشاقات ملالات، خصوصا انا بعدا كيعجبني كنغير مره، كي قلت لكم واخا غير الميكا ديال الطبله كيعجبني نغيرها كنحس بالتغيير. وهذا فاش حيدته ديك المره صبنتو ونشفتو طويتو خبعتو، ودابا هاني لقيتو، عرفتو البنات دابا فاش فرشتو فوق الطبله والله الا كيبان لي بحال راه شريتو جديد، ماشي زعما شي واحد عندي قديم ولا صافي. اما ديك الاخرى راه تقطعات، هذيك ما عندي ما نخبع فيها غير اللوحه. وغادي نحط فوق الطبله هاد الشبيكه ديال الديسير، هذه ديال اينوكس حتى هي راه عندي قديمه، مشحال هذه راه فيت اللي شاركتها معكم، غير كنت حاطاها في داك الحامي اللي فيه الفران، ودابا غادي نبدلها البلاصه حطيتها هنايا لا هي ولا هاد الورد. قبل ما غادي نكمل الشغل ديال الدار غادي نوجد ليا واحد الكويس ديال القهوه يكون هو هذاك نرد به المجاج، حيت مازال كنحس براسي بحال مرخيه بحال مضوخه. المهم نشرب هاد الكاس ديال القهوه يكون منصقد. شوفوا البنات عرفتوا راه النعاس ديال الليل راه والله ما كاين اللي يعوضو، واخا تقيلي نعسه النهار كامل حيت سبحان الله كل حاجه والدور ديالها، الليل هو اللي راه ديال النعاس والنهار راه هو ديال الحركه. المهم انا كي كتشوفوا البنات غادي نعمر القهوه بالماء طايب، درتو هاد المره حيت في الاول في ديك البليصه فاش كنديروا الماء كنت كندير غير الماء عادي من الروبيني بارد، واحد الاخت شافتني في الفيديو قالت لي من الاحسن فاطمه الزهراء بقاي ديري الماء طايب في ديك البليصه، وغادي تشوفي الفرق في القهوه، غادي يبان لك القهوه كتجي حسن ملي كتصايبيها بالماء طايب. وداكشي اللي وليت كنديرو بصح البنات، فاش وليت كنصايب القهوه بالماء طايب كطلع حسن ملي كنديرها بالماء بارد.
هي شاركت معايا هذه الفكرة، وأنا بدوري شاركتها معكم باش البنات اللي كانت كدير بحالي وكتصايب القهوة بالماء البارد تعاود ديرها بالماء الطايب وغادي تعجبها هذه المرة أحسن. المهم هنايا الريحة ديال القهوة، الله كتحمقني أنا ريحة القهوة في الدار، غير ريحتها كطير الدوخة والنعاس. مازال كاع ما شربناها. وغادي نزيد معاك واحد الفقيقسات غير حبات وصافي باش ندوز، حيت راني كي قلت لكم فترة دابا غير بغيت نعطي واحد الوقيت لراسي نكسر الروتين. ومن بعد ما كملت قهوتي اراك الحداقه والنشاط ونبداو الشغل ديالنا بسم الله توكلت على الله. واول حاجه غنبداو بها الحاجه اللي خصها ترجع بلاصتها نرجعها، بحال مثلا هاد الالات البانيني لعصاره القهوه. المهم دوك الالات الكهربائيه باش خدمنا في الصباح وجدنا الفطور نحيدوهم من قدامنا. وحاجه اخرى هي الازبال اعزكم الله، ما خصناش نبقاو نخليهم متراكمين هنا وهنا، نديروا واحد السطيله تكون مخصصه ديالهم نبقاو نديروا فيها واحد البلاستيكه ونجمعوهم فيها. كنكملوا الشغل ديالنا ديال الصباح كامل، راكم عارفين التوجات ديال الغداء كنحتاجوا نقشروا البطاطا البصله غيزو مهم هادي البيض، ما نبقاوش غير نلوحوهم فين ما كان، كنجمعوهم في ديك السطيله في ديك البلاستيكه. وفاش كنساليو كنحزموها وكنديروها في الباسكيت ديال الازبال اولا القمامه، واللي خارج فينا يخرجها ما تبقاوش تخليوه حتى يتجمع اكثر من القياس. لا اللي خارج بحال دابا انا الصباح راجلي فاش كان غادي للخدمه راه داكشي يتجمع في الليل راه خرجوه في الصباح. انا مثلا الا كانت عندي شي صخيره هكا مع ديك 12 ولا مهم خارجه غادي نسخر داكشي اللي لقيتو حدايا مجموع غادي نهزو ونخرجو معايا. انا في هذه القاعده دائما ما كنخليش الزبل عفوا الزبل يتجمع هكا. ديروا هاد القضيه هادي وغادي تشوفوا الفرق. البنات ما غاديش تبقى تكون ديك الرائحه كريهه ديما في الكوزينه، وراكم عارفين الزبل كيعصبنا. وحاجه اخرى البنات هاد المويعات اللي كنغسل دابا راه ديال العشاء الصراحه، باش ما نكذبش عليكم راكم كتشوفوا داك البرمه والكسكاس هادوك ديال العشاء درت فيهم فورت شويه ديال الخضره والدجاج في الليل فاش تعشينا كنت عوالا نغسلهم، ولكن اياد فاق في ديك الوقيته بدلو ردعو هادي صافي هو يغلبني النعاس. شت مشى الحال قلت بلا ما نوضع عاوتاني نقرقب في الكوزينه خليت حتى الصباح. راكم عارفين انا من عوايدي ما كنخليش نهائيا الميه عند الصباح، كيعجبني البوطاجي يصبح خاوي، وهاد الوقت اللي راني كنغسل فيه الميه كنستغلو بحاجه اخرى بطبيعه الحال راكم عارفين. وانا ديما كنشجعكم على هاد القضيه ومازال كنشجعكم عليها، ولكن مره ما فيها باس راه حنايا غير بشر ماشي روبو. قبل ما غادي نكمل معكم بعدا هضرتي كتشوفوا هنايا البقايا ديال القهوه ديما انا كنحتفظ بها ما كنضيعهاش، كنديرها في واحد الزليفه وكنخليها حتى للعشيه وكنساليه هكا كنكون ساليت شغلي، وكنديرها مع شويه ديال الزيت البلديه وكندير بها قماج ليدي ولوجهي. ولكن القهوه ما تكونوش دايرين فيها السكر من قبل، تكون دايرين السكر غير في الكاس ديالكم كديروا بها قماش، ولكن القماش راه ما غاديش نديروه بطبيعه الحال يوميا كل نهار. بالنسبه اللي كيشرب القهوه ديما مره ولا جوج في السيمانه، ولا كنتي كتشربي القهوه ديما داك البقايا ديال القهوه حتى هو كتخليه مثلا حتى الليل فاش كتبغي تنعسي صافي كتكوني ساليتي الشغل ديالك، ديريه في هاد القرقاره في البوطاجي ديال الكوزينه كي قلت لك غتكوني ساليتي شغلك ما غاديش تعاودي تطلقي الماء، كديري ديك القهوه وكتزيدي عليها واحد شويه ديال الماء دافي وكتخليها حتى الصباح كتسرحو وكتخلي فيه واحد الريحه زوينه. راكم عارفين الريحه ديال القهوه زوينه بحال كتلف واحد الريحه خايبه كتطلع مره كنكون ما بينها معينا حتى كتطلع واحد الريحه خايبه من هاد القرقره ديال البوطاجي. غيبقاو ديروها البنات صافي وخليها كي قلت لكم حتى الصباح ما تطلقوش موراها الماء، هكا كتستافدوا منها على جوج جهات، انتما شربتوا القهوه في نفس الوقت يا اما ديروا بها قماج يا اما ديروها في تسرحوا بها هاد لافابو. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي كنت كنقول لكم قبيله باللي راه حنايا غير بشر ماشي روبو، حيت راه كاينين ضغوطات الحياه وكاين عندنا مسؤوليه ديال الوليدات ما فيها باس مره نميكو نديرو ديك عين ميكا، ولكن مره ماشي ديما بحال مثلا الا كنتي مريضه وميكتي جات معاك عطي وقت لراسك خدي راحتك. بحال دابا انا فاش كنت مريضه البنات عطيت الوقت صراحه لراسي كيشتو حتى يوتيوب ميكت عليه ما بقيتش قد اصلا نصور، وما كنتش كندير اصلا شي حاجه اللي هي زعما خصني نصورها شي شهيوات اولا كنوض لداري نفركها وندور بها، كنت غير كنقضي ونعدي باللي كان. والحمد لله دابا فاش بريت ورجعت صحيحتي هاني رجعت
كل نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. ألا لا، غير نديرو الشغل، غير ما نجلسوش، المهم هي تكون عندي الصحة. أنا كنقول يا ربي تكون عندي غير صحتي ونوض نقلب الدرس، فهال علاها. راه الصحة ما كتعوضش، ما كاينش اللي يعوضها. والحاجة اللي جر الصحة كضرنا والله، كيف ما بغات تكون كضرنا. كيف كيقول جدي الله يرحمه ويجدد عليه الرحمة، راه فايت اللي قلت لكم في واحد الفيديو، كان كيقول صحتي يا مالي ويلا مشيتي يا صحتي، اش من راس مال بقى لي. بصح كاينة الصحة هي كل شيء، هي راس المال. اي والله يخلينا صحتنا وصحتكم، ويعطينا الجهد باش نكونوا مع وليداتنا وما نتقلقوش. راه الحمد لله كل حاجة بالأجر ديالها، حيت راه حتى هذا عمل. والسهلة تكوني ربة بيت، راه ما تقد عليها غير لالا ومولاتي. راكي مقابلة وليداتك وكتربيهم احسن تربية، ومقابلة راجلك ومقابلة دارك. وانا كنقول لكم هاد الهضرة تفكرت واحد الاخت الله يسمح ليها وصافي، كانت قالت لي في واحد التعليق في واحد الفيديو اش كتقيلي كديري قهرتينا بهاد الروتينات. انا ما كنتش كنجاوب، انا ما كنبغيش نجاوب بعدا بحال هاد المثاليات، وما كان عمرش بهم راسي، حيت الحمد لله عارفه عندي بزاف ديال المتتبعات، صحباتي وخواتاتي كيبغيوني وكنبغيهم، وكيخليو ليا غير التعليقات الزوينه، مئات ديال التعليق الزوينه. ما غاديش تجي نتيا كتخلي لي تعليق واحد اولا جوج ولا حتى 10 ديال التعليق وتاثري فيا. راكي غير دايزه وشفتي القناه قلتي اجي نلوح على الهضره، انا كنجاوب دابا غير حيت جابتها الهضره وصافي، داكشي باش بغيت نجاوبك. نجاوبك على هاد الكلمه ديال اشقيه لا كديري كاع، فضحتينا وفضحتي راسك. لا اختي ما كندير حتى شي حاجه، غير كنوض مع النبوري في الصباح بكري مع راجلي كيمشي للخدمه، ونوجد عاوتاني لوليدي فطورو، نوجد له غدا، نصيفطو لمدرستو، وغير كنجمع ظهري، وغير الا كان عندي شي تصبين كنصبنو، وغير الا كان شي مواعن كنغسلهم، وغير كنعجن، وغير كنوجد الغدا، وغير وغير وغير. هادشي صافي بارك، هادشي اللي كندير والله الا غير هادشي، وكنقيل حط الرجل على الرجل. مثال يا قبي، وكي جاتكم هدية البنات زعما كاين شي وحده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انت هي كضرب تماره وهما حاسدينك عليها، التابعه والحسد في كل شيء. الله يعفو عليكم، الله يعفو عليكم. ولكن ما كانت تصدم، حيت هذه ما كنعرفها ما كتعرفني. انا بعدا كنقول ما كنعرفها ما كتعرفني، تقدر كتكون كتعرفني وتكون مقربه ليا كاع، حيت من الناس اللي قراب ليا سمعت كتار من هاد الشيء، خصوصا في داك الاول فاش يلاه فتحت يوتيوب، فاش يلاه حليت قناه. ماشي كيشجعوك، كيبغيو يحطموك، كيبغيو يطيحوك. الله كنقولك اش كديري كاع، كتصنعي الطياير. داكشي اللي كديري كديرو كل وحده في دارها. وشحال من وحده تقدر تقول لي دابا ايوا علاش غادي يعينوك هاد الناس؟ اش عندك كاع؟ على زينك، على كحل عيونك، على الكاتكات اللي موقفه ليا قدام الباب، على هادي على هادي؟ راه غير على ضحكتك، ضحكتي كيحسدوك عليها. اما دابا خلاص ملي طلعت القناه والحمد لله خديت الدرع وكسبت قلوبكم وكيشوفوا الحب ديالكم ليا، زاد البغض وزاد الحقد ديالهم ليا. تقول ما عرف شنو درت لهاد عباد الله، راه ما درت لكم والو. ياك البنات دابا حنا جمعنا غير يوتيوب، كنعاود لكم وكنخوي عليكم قلبي، وعارفكم حاسين بيا، وتانتوما كتعاودوا لي شحال من وحده في التعاليق كتبت ليا شنو وقع ليها بسبب العين، فين كانت وفين ولات، مرضات في صحتها بزاف بزاف. راه العين كاين، شحال من وحده تقول لك واحد الشيء غير تخربيق. لا راه العين علينا حق، راه كاينه ماشي ما كايناش. انا قلت لكم هاد المرضى اللي مرضت مؤخرا راه بسبب العين، ومن اقرب الناس. كاين اللي ما كيقولش تبارك الله، كاين اللي ما كيقولش ما شاء الله، كاين اللي شدها الفقصه. قلت لكم انا غير على هاد يوتيوب شدهم الفقصه والغيره. عرفتي وحده قالت لي كي درتي لهاد الدرع، كي درتي ليه، كي درتي خديتيه، وعرفتي وكتقولها ماشي زعما هادي بينات صافي. داكشي اللي في قلبها ما قدرتش تخبعو، بينات ليا شنو كاين. بقى لها غير شويه وضربني وتنط صوتني تعطيني العصا. وبزاف كاين ما يتعاود، الا جيت نعاود البنات ما غاديش نسالي. المهم هنا كي كتشوفوا من بعد ما طلبت الدار وجمعتها، راه عفتو هاد المرضى كامله، ما قصتش الدار نهائيا، ولا وليت كاع باغا نصور شي حاجه، ولكن الحمد لله تجاوزتها. وهاني نص دابا لدويرتي. قبيله البنات شفتوني كنرش الملحه، هذيك مزيانه البنات العين، مره مره بقاو ترشوها الدار مع شويه الماء ملي تبغيو تسيقو، اولا حتى واخا تكون الدار ناشفه كام مورا البيبان، كتحيي العين. وفي هاد الوقيت هذا كي قلت لكم راني طالقه سوره البقره من الصباح، بعد ما غادي نكمل التنظيف ديال الدار كامله غادي نطلق شويه ديال البخور. واحد الاخت كانت قالت لي في التعليق كنبخر باوراق السدر، دوك اللي وريتكم قبيله دايرهم في القرعه ديال الماء، هما فاش غادي نسالي. راني بخرت الدار، ولكن ديك اللقطه ما عرفتش علاش ما تسجلاتش ليا. المهم راني بخرت الدار في الثالث.
والله على راحة البنات، ما كاينش ما حسن من النظافة. كي يقول النظافة من الإيمان، وسبحان الله كتحسي بواحد الراحة نفسية، كتحسي حتى بالطاقة ديالك تجددات. المهم البنات، دابا أنا دخلت للكوزينة غادي نوجد واحد الغديوة، بغيت نعطي لكم تقتراح نتوما تقدروا تستعملوها هكا لوليداتكم الوجبات المدرسية. أنا غادي نديرها غير لراسي، حيت اليوم راجلي قال لي ما غاديش يجي للغدا، ما غادي يجي حتى للعشية. ولدي حتى هو راه كيتغدى في المدرسة، ما غيجي حتى للعشية، كاينة غير بوحدي. وقلت غادي نوجد شي حاجة بالزربة، هي واحد المقيله كتجي لذيذه وزوينه. المهم كي كتشوفوا هنا، خديت واحد جوج حبات ديال البطاطا، قطعتهم على هذا الشكل، كندير لها شويه ديال المليحه وغادي نقليها. اللي ما بغاش يقليها يسلقها، ممكن تسلقوها، غير هي كتكون مقطعه رقيقه، ردوا معاها البال دغيا دغيا، راه دغيا كتوجد باش ما تضيعش لكم عاوتاني. وفي هاد الوقيته اللي كتقلى بطاطا، خديت واحد البصله تكون متوسطه، وغادي نقطعها كجنيه واحد طوال، وحتى هي غادي نقطعها رقيقه، ما غاديش نخليها غليظه. ودرتها في مقيله، غادي نزيد لها دابا شويه ديال المليحه والزيت، وغادي نديرها فوق البوطه حتى كتشحر، المهم حتى كتهبط وكطيب. وهذه الاكله البنات اللي شاركت معكم دابا كتصلح حتى للعيالات هكا اللي خدامات وعندهم ضيق الوقت، وكتصلح حتى للعشاء هكا. في العشاء كنحيروا بزاف شنو نديروا، ممكن هكا توجديها للعشاء كخفيفه ظريفه. ندوزو دابا نكملو الباقي ديال المقادير. المهم بعد ما تقلات بطاطا صافي حيدتها، درتها فوق داك الورق ديال الطبخ باش ما كتبقاش هزه الزيت بزاف. البصلات هي تشحرات، خديت هنايا جوج بيضات، زدت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال الثومه بودره وشويه ديال البزار، صافي. وغادي نحرك مزيان حتى كيتخلط هاد البيض مزيان، وغادي نزيد ليه واحد شويه ديال الحليب، وغادي نعاود نخلط مزيان. وكناخد واحد المقله كنديرها فوق البوطه، وكندير عليها شويه ديال الزيت غير شويه، والمقله ضروري تكون ما كتلصقش. وكنخوي فيها داك البيض اللي درت مع الحليب، ومباشره كنحط فوق منها، كنست فوق منها ديك بطاطا، ما تخليوش البيض حتى كيشد راسه، مباشره كنديروا بطاطا. وباش زوينه البنات هاد الاكله هادي، اقتصاديه، بلا لحم بلا والو. شحال مره ما كيكون عندنا شي هكا الكفته، ما كيكونش عندنا لا دان صدر ديال الدجاج، كنبغيو نقضيو غير باللي كان. هذه البنات راه ما تحتاجوا ديروا فيها لا لحم لا طون لا حتى حاجه. والمهم بعد ما استفدت ديك بطاطا كامله، صافي غطيت داك البيض ما بقاش كيبان. فوق بطاطا كندير ديك البصله اللي شحرت حتى هي، وعاوتاني البنات كتبقى اختياريه. الا بغيتو تزيد واحد شويه ديال الكفته، تزيدو شويه ديال الطون، انا صراحه كتعجبني هكا ما كندير فيها حتى حاجه، كنخليها بحال هكا. وهنايا خديت لاصوص ديال المطيشه، هذا خلاص عندي اللي واجد، صوص طوماط كندير واحد شويه شويه، ماشي بزاف هكا، تقريبا واحد جوج حتى ثلاثه ديال المعالق فوق ديك البصله، وكنزيد شويه ديال الزيتون مقطع. ولا عندكم الكاشر بغيتو ديروه ديروه، ما كاينش بلاش. واخر حاجه هي الفرماش حمر محكوك، ضروري ما ديروا فرماش حمر محكوك، صافي. وكنغطيها وكنخليها راه كلشي طايب، غير كيزيد يتجمع داك البيض ويذوب الفرماش. وها هي المقيله واجده البنات في دقائق، شوفوا هذه دغيا دغيا كتوجد، كاع ما تخمو ولا تهزوا ليها الهم، حتى الدقيقه 90 عاد وجدوها. غنحيدها دابا من المقله وغادي نديرها في الطبسيل، كنوريكم البنات راه ما كتلصق ما والو، كتحيد بكل سهوله. والا كنتوا افراد العائله هكا كثيره، يمكنكم الدوبل القوام ديال البطاطا ديال البيض، المهم ديروا الدوبل ديال هادشي اللي درت، وتصايبوا مثلا جوج مقيلات وكنزيدوا معاها شليضه وشويه ديال الديسير هكا. في العشاء راه كتكون خفيفه ظريفه، او حتى على حساب الوليدات المدرسه كي قلت لكم. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كتجي، كتجي بحال شي بيتزا، بحال شي بيتزا سائله. مره مره كتهرب لي الهضره البنات، ما تديوش عليا. انا غادي نقطع معكم واحد المورصو باش تشوفوا كيفاش كتجي. ها هي كتجي غزالة البنات، هذه بيتزا بالعجينة اللي بغيتي تكذبي عليهم تقول لهم دايره لكم بيتزا بالبيض. عرفتي كتجي البنات لذيذة، واحد المذاق كيجي فيها فن فن، ما تشبعوش منها والله، غير جربوها وردوا عليا الخبر. وغادي نقلب هذا المرصو، هذا غادي نطويه باش تشوفوا كيفاش كتجي حتى من التحت، نوريكم البيض كيفاش راه طايب، ما كيبقاش زعما خضر ولا. وصافي هذا ما كان، هذه الغديوه ديالي، غادي نجلس دابا نتغدى. اللهم اعدي ما نعمه يا رب واحفظها من الزوال. وانتوما كنقول لكم هنا كيوصل الفيديو النهايه، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكون دوزتوا وقيته زوينه معايا. وكيف العاده ما تنساونيش من اللايكات والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني على المزيد. وكنقول لكم الى اللقاء، تنطلقوا بفيديو اخر ان شاء الله.